عبد الله السعيد، الانباء اللي جايه من داخل نادي الزمالك بيقترب بقوه من الانضمام لنادي الزمالك. وعايز اقول لجمهور الزمالك، بعض الناس هتقعد تقول اصله كبير في السن، اصله معرفش ايه، اصله ايه. على فكره اللعيبه بشكل عام طالما قادر على العطاء، دلوقتي العالم كله كده، يعني كريستيانو بينتقل للدوري السعودي باعلى راتب في التاريخ. اه والله هوريكم دلوقتي، اليوم السابع كان عامل حاجه عن اعلى الرواتب في العالم كله، في العالم كله. هوريكم دلوقتي كريستيانو هو المتصدر. بص يعني بص الفرق بين الاول والتاني يعني كريستيانو متصدر اعلى راتب فاكتر 10 رياضيين على مستوى العالم بيتقاضوا رواتب. كريستيانو رونالدو الاول 173 مليون يورو في السنة، او مليون جنيه استرليني في السنة، 200 مليون يورو يعني تقريبا، يعني 173 مليون استرليني. كانيلو الفاريز ده ملاكم مكسيكي معروف طبعا، 70 مليون جنيه استرليني. ليونيل ميسي 62 مليون، نيمار 58 مليون، ماثيو ستافورد طبعا ده كرة القدم الأمريكية أو الرجبي الأمريكية 58 مليون، جوش ألين ده برضو رجبي أمريكية 52 مليون، تايسون فيوري ملاكم إنجليزي 50 مليون، أرون رودجرز ده برضو رجبي كرة قدم أمريكية 47 مليون، لويس هاملتون ده سائق عربيات سيارات سباق سيارات يعني 47 مليون، وديشاون واتسون ده كرة قدم أمريكية رجبي برضو 46 مليون. بيتصدرهم كريستيانو رونالدو اللي عنده كام؟ داخل في 38 سنة. 38 سنة. فأنت بتتكلم في أرقام ضخمة جدا للعيب عمره كله دلوقتي 38 سنة، لكن قادر على العطاء. هديكم مثال تاني للراجل بتاع تشيلسي اسمه إيه؟ تياجو سيلفا. تياجو سيلفا عنده 38 سنة. وده بيجددوا عقده دلوقتي في تشيلسي، وده أكبر لاعب في تاريخ تشيلسي بيجددوا عقده على فكرة. داخل في 38 سنة، ولعب أكتر عدد من المباريات في 2022، وطالبين منه يكمل السنة الجاية، ولعيب له قيمته في نادي تشيلسي، ومودريتش، وأسماء ضخمة جدا. فعايز أقول لجمهور الزمالك، وجود اسم زي عبد الله السعيد، خد بالك، وجود اسم زي ابراهيموفيتش في الميلان، ابراهيموفيتش في الميلان كان ليه دور مهم جدا في استعاده الميلان للدوري الايطالي كاسم ضخم جدا، وجيرو الفرنساوي السنه دي سواء مع الميلان او مع منتخب فرنسا. فبقول لكم اسماء على مستوى العالم دلوقتي سنها كبير لكن بتؤدي ولها قيمه فنيه ضخمه جدا. عبد الله السعيد في رايي، في رايي لا يزال عنده قدره على العطاء، ولا يزال في الملعب له قيمته. وجود لعيب زي ده في نادي كبير زي نادي الزمالك مفيد جدا جدا، لانه كمان هيبقى مصدر الهام ضخم جدا لاسماء في الفرقه. يعني تخيل يوسف اسامه نبيه، وتخيل نيمار وحسام عبد المجيد واحمد فتوح وكل الاسماء الكبيره دي، وبلا في وسطيهم عبد الله السعيد مع شيكابالا، اللي هو يعني من ضمن الحاجات اللي خلال الزمالك حتى على المستوى المحلي يعني عنده قدرة كبيرة جدا على الاستمرارية في تحقيق البطولات، انه عنده أسماء يعني سوبر ستارز وليها استقرار في الأداء وعطاء كبير جدا، زي زيزو، زي فتوح، زي إمام عاشور، زي الونش، زي شيكابالا. ولو انضم عبد الله السعيد أنا بتصور هتبقى صفقة مهمة جدا ورابحة جدا. وأنا بقول لكم أهو في كلام داخل نادي الزمالك إن الحسم بيقترب، وإنه بيقنعه فيريرا بأقصى درجة، رغم إن هو مش هيلعب أفريقيا مع الزمالك الست شهور الجايين دول، وإنه ممكن يبقى الأهلي أو سوري يبقى الزمالك وبيراميدز اللي جاي ده، أو الزمالك والأهلي اللي جاي ده يوم 21 ولا 22 يناير، عبد الله السعيد في الزمالك ممكن يلعب الماتش ده على فكرة يعني. وهيبقى يعني بص له دور كبير جدا في مباراة القمة دي، من اللعيبة اللي هيبقى لها دور كبير جدا يعني لو راح. فأنت بتتكلم في لعيب الزمالك بيتكلم معاه كفلوس دلوقتي
هياخد في الست شهور دول اعتقد 7 مليون جنيه زي ما بيتقال 7 8 مليون جنيه، وان هو هياخد في الموسم التالي 15 مليون جنيه، وهيمضي موسم ونص قبل بارضاء الطرفين او بموافقه الطرفين للاستمرار لمده موسم تالت او موسم، يعني بعد سنه ونص يبقى في موسم تاني للتجديد. هنشوف الفتره الجايه هتبقى عامله ازاي.